اللي جايه؟ كانت زعلانه غالبا في الوقت ده وانا مش زعلانه خالص. شايفه ساعات ان الجمهور بيجي على الفنانين في بعض المواقف، بيجي على الفنانين بيدوس على وشهم مش بيجي عليهم بس، يعني بيديلهم الحق ان هم يوجعوا الناس بشكل صعب قوي. لو اي حد اتحط في الموقف ده مش هيستحمل ربع الكلام اللي بيقوله. طب انت ايه الرساله بقى توجهيها للجمهور ان هم يعني بالراحه شويه يعني؟ رد فعل الفنان شريف منير. ممكن اسلم بس على روح قلبي بس عايزين واحده في قلبي. اسمع، شايف في تاتوهات كتير، كام تاتو انت عاملاه؟ ما عدتهمش يعني، بس دي بنتي، ده اسم بنتي، ده رقمي المفضل، وده علشان كان بيقول لي كده ممكن اتخلع فكنت بحطه لما ابقى يعني نفسي اهدى وكده اشوفه اهدى. يعني كلها حاجات جت معاكي بالنتيجة ايجابية؟ كلها حاجات ما بشجعش حتى على حاجة، دي حاجات شخصية وانا ما بعملش ده عشان الشو، انا بعملها حاجات بجد ليها علاقة بيا. نفسي بعد 10 سنين ولو طلعت في القوافي التلفزيوني وعرضوا لك الفيديو اللي انت عملتيه هيكون ايه رد فعل؟ هفتكر انه كان وقت لذيذ قوي وايه ده انا عملت كده فعلا. قالت في كتاب وتفكري ان انت تقلدي لا دي حاجه من الحاجات احنا نعيش بقى. طب يا اسماء، هل هنستمر كده فتره كبيره بالحلال؟ مش عارفه يعني، حاسه حاسه هاخد شويه يعني. هيطول معاك الموضوع يعني؟ يعني هتقرريها تاني؟ لا مش قصدي، لازم هي لازم هتتظبط يعني. هو الراجل قال لي اما تعمليه لازم هتقعدي فتره تظبطيها عشان مش هتطول بشكل. ممكن تقرريها تاني ولا؟ ممكن، مش عارف. طب ايه نصايح يعني، نصايح لحلال لحلالك يعني؟ ايه نصايح؟ لازم الحلال لحلالك. خلي بالك،